جامعة الإسراء إحدى الجامعات الأردنية الخاصة تدرس الآداب واللغات، الهندسات وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة. وطبعا كل هذا بمقابل رسوم تتناسب مع كل فرع من الفروع. أحد طلابها هو أحمد الشخامبة، وصل إلى السنة الأخيرة في كلية الهندسة المدنية، لكن مصاعب مالية حلت دون دفعه لرسوم الدراسة المستحقة للجامعة، فأحرق نفسه في حرمها احتجاجا على منعه من دخول الامتحان النهائي. كان هذا منذ أسبوعين. عندها نقل أحمد إلى مستشفى البشير الحكومي بحالة حرجة، لأن الحروق طالت أكثر من 40% من جسده. الأمن الأردني تحرك على الفور وقال: جرى استدعاء رئيس الجامعة وكل من وجد أثناء وقوعها للاستماع إلى شهاداتهم وأقوالهم والوقوف على جميع ملابسات الحادثة وإحالة كافة الأوراق التحقيقية للجهات القضائية المختصة. والد الطالب أحمد حمل رئيس الجامعة المسؤولية على تحريض ابنه على إحراق نفسه بعد فشل التسوية المالية. يعني موضوع الحادثة يعني للأمانة موضوع سوء إدارة بحت. يعني كان بالإمكانية أن يؤجل هذا الموضوع لحين حصول الشهادة وتعمل التسوية، هاي واحدة. النقطة الثانية، يعني للأسف ما كان عنده لغة الحوار إطلاقا، يعني الرجل يعني لا يؤمن بلغة الحوار، يعني لا أعلم، يعني كأنه هذا التعليم بالنسبة له هو تجارة وليس التعليم. أنا اشتكيت عليه صحيح. شو كان مضمون الشكوى؟ مضمون التحريض. يعني يوم يقول لك أنت إذا أنك رجل روح احرق حاجة، يعني هو ساعد بالفعل، هو ساهم فيه، هو المسبب الرئيسي فيه. أما رواية الجامعة فهي أن أحمد طلب بحل مشكلته فورا ورفض مقابلة مسؤولي الجامعة وهدد بحرق نفسه مباشرة. يقول رئيس الجامعة أحمد نصيرات: الجامعة متعاونة. يقول أحمد نصيرات هذا ما قاله: الجامعة متعاونة مع الطالب أحمد، لكن أحمد لم يطلب يوما مقابلتي ومكتبي مفتوح لجميع الطلبة. ثم أوضح مدير الجامعة تفاصيل التسوية المالية التي تحدث عنها الوالد. يقول: الطالب مدين للجامعة ب25,000 دينار أردني، أي ما يعادل 36,000 دولار أمريكي. تم تسوية وضعه بالتعهد بدفع هذا المبلغ 850 دينار فقط، ومع ذلك لم يلتزم أحمد بالمبلغ وقال إن معه 100 دينار فقط، لكن الجامعة طلبته برفع المبلغ قليلا ثم أحرق نفسه. للأسف توفي أحمد البارحة الأربعاء متأثرا بإصابته في مستشفى البشير. غضب أقرباؤه وأصدقاؤه وتداول الناس فيديوهات لهجومهم على مبنى الجامعة وتكسير ممتلكاتها. الأردنيون الذين شاهدوا هذه الفيديوهات علقوا على تويتر واختلفوا فيما بينهم بين مترحم ومستنكر لما حدث. سارة أبو سليم تقول: إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويجعل ذنبه في رقبة من أوصله لحرق نفسه. حنين العرموطي تقول: هلأ هدول بل شباب مسؤولين بكسروا بخربوا، لو فيهم خير ما عملوا هيك، والشاب الله يرحمه وهالتصرفات ما راح ترجعه. في 1000 طريقة لرفض سياسة الجامعة غير التخريب. رنا كمال تقول: الله يرحم اللي مات، وبعد ما مات صار ابنهم وعزيز عليهم،
لكان شمروا عن دراعتهم من البداية وساعدوا. أبوه اللي طلع وقال ابني معتمد على حاله، هي اعتمد وحرق حاله من كتر الضغط النفسي عليه رحمة الله. أبو هواش يقول: إذا لم نرد لروحي الشخامبة أن تذهب هدرا وقهرا، فلا بد من قانون باسمه يمنع الجامعات من حرمان أي طالب من التقدم لأي امتحان مهما كانت ظروفه، لأن خسارة الطالب خسارة جيل. تغريدة مؤيد يقول فيها: عشيرته طلعت بس لما صار في تخريب، بس ما وقفوا مع ابنهم لما كان محتاج مصاري، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.